إذن الشباب مرحبا بكم في التمرين الثاني في درس معادلة مستقيم ثالثة إعدادي. دونك التمرين الثاني أعطانا نقاط اللي أعطاني أ ذات الإحداثيات 1-5 وأعطاني ب ذات الإحداثيات 3-1. السؤال الأول أحسب أولا إحداثيات أ ب. هذا راه صافي هذا السؤال راه طلع لينا في الراس خصكم تعرفوا لي. دونك ا بي ما غاديش نعاودوا الطريقه ولا غنعاودوها اخر مره. يلا اكس بي اكس اخر واحد ناقص اكس ا يغريك بي ناقص يغريك ا. هذه قاعده وريتكم كيفاش لقاوها في الفيديو اللي قبل راه شرحتها بتفصيل ممل. دونك كنسمي هادو اكس يغريك اكس يغريك. واحد جوج البنات جاوا يقراو. دونك اكس بي شحال هي 3 اكس ا هي 1 يغريك بي هي ناقص 1 يغريك ا هي 5. دونك 3 ناقص 1 2 ناقص ناقص هي ناقص 6 زائد مع الاحتفاظ بالاشاره. اذا هذه احداثيات المتجهه ا بي. ثانيا المسافه ا بي حيت قال لك استنتج المسافه. المسافة ا بي اشنو عندي؟ نعلم ان ا بي مسافة اش كتساوي؟ كتساوي جذر شامل او كاري بليس اكس بي موان اكس ا ايكغيك بي موان ايكغيك ا. سي بون هادي قاعدة. دونك اكس بي ناقص اكس ا هي هادي غنهزو هادي ديريكت حيت قالك استنتج. سي بون غتكون هي جوج اس 2 زائد ناقص 6 الكل اس 2 ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا هي اللي هي ناقص أوسي 2 جوج أوسي 2 هي 4 ناقص 6 أوسي 2 ناقص أوسي 2 كثير داك ناقص أو 6 في 6 هي 36. إذن غتكون هي جذر 40. هذه هي المسافة ا بي ممكن تختزلوها اللي هي 10 في 4 اللي هي جوج جذر 10. اللي بغا يكتبها جوج جذر 10 يكتبها أنا بحال بحال. سي بون احسب إحداثيات إم منتصف ا بي. هادي غادي نتفوبر معاكم فيها احداثيات ام منتصف القطعه ا بي. القطعه ا بي هي هادي كاينه هنا بي وكاينه هنا ا ام المنتصف ديالها. الاحداثيات ديال ام شنو هما؟ هما جوج اكس و ايكغري. الو غن اكس ام اش غيساوي؟ غيساوي اكس ديال هذا واحد تبانه ما عرفت منين دخلات اكس ديال هذا زائد اكس بي على جوج. على جوج علاش على جوج؟ حيت الا بيتي النص الخبزه اش كدير ليها؟ كتقسمها على جوج. الوغ الا بغيت النص ديال القطعه نقسمها حتى هي على جوج. سي بون كتساوي اكس ا شحال؟ اكس ا هي 1 اكس بي شحال هي 3 باردون هي 3 على جوج. دونك هي 4 على جوج اللي هي اكس ام كتساوي جوج. هذا هو الجواب الاول. بالنسبه للاحداثيه الثانيه اللي هي ايكغيك ام اش غتساوي؟ ايكغيك ا زائد ايكغيك بي. غتقول لي استاذ واش ديما كنبداو بايكغيك ا؟ دابا باش ما عجبك ايكغيك ا ايكغيك بي بحال بحال حيت اصلا الجمع تبادلي. دونك ايكغيك ا شحال؟ ايكغيك ا 5 زائد ايكغيك بي اللي هي ناقص 1 على جوج اللي هي 4 على جوج اللي هي ايكغيك ام كتساوي جوج. ومنه احداثيات ام منتصف ا بي هي جوج جوج. كنبدا دائما باكس اللي هي جوج جوج. نتاكدوا 3 زائد 1 4 على جوج 5 ناقص 1 4 على جوج. اذا هذا هو الجواب. حدد معادلة المستقيم ا بي. هذه داخله في الدرس معادلة المستقيم ا بي. اذا معادلة مستقيم ا بي اشنو عندنا؟ كيف اشنو كنعرفوا حنا؟ نعلم ان ايكغي كتساوي ا بي المستقيم ا بي المعادلة ديالو ايكغي كتساوي ام اكس زائد بي. اول حاجة نحسبوها هي حساب ام حساب ام
دونك اما اش كتساوي؟ كتساوي ماذا؟ كتساوي ايغريك عندي ا بي هنا ايغريك ا زائد ناقص ايغريك بي على اكس ا ناقص اكس بي. سي بون، هاد القاعده دوينا عليها في التمرين الاول وفي الدرس رجع للدرس وغتفهمها مزيان هنا غير تطبيقها. دونك ايغريك ا شحال؟ ايغريك ا هي 1، ايغريك بي هي 3، باردون ايغريك ا هي 5، ايغريك بي ناقص القاعده هي ناقص 1. سي بون، على ايغريك ا 5، ايغريك بي هي ناقص 1، اكس ا هي 1، اكس بي هي 3. اذا شحال تساوي؟ ناقص ناقص هي زائد، 5 زائد 1 هي 6، 1 ناقص 3 هي ناقص 2. دونك ام كتساوي ناقص 3، حيت 6 على ناقص 2 هي ناقص 3. لقينا ام، اشنو خصني؟ لقيت ام خاصني بي. دونك حساب بي باستعمال شي نقطة، باستعمال اش من نقطة نختارو؟ اولا بي بانت لي هي السهل، داد الاحداثيات 1 5. دونك شناهو هذا؟ هذا اكس، هذا ايكغيك. سي بون، الوغ اش غيولي عندي؟ لدينا ايكغيك كتساوي ام، شحال لقينا فيه؟ ناقص 3 اكس زائد بي. عوضت هاد ام بالقيمة ديالها. دابا هاد اكس و ايكغيك غنعوضهم بالاحداثيات ديال ا. علاش غنعوضهم بالاحداثيات ديال ا؟ حيت ا تنتمي الى هاد المستقيم هذا. سي بون، دونك اش غيولي عندي؟ غتولي عندي ايكغيك هي 5 كتساوي ناقص 3 مضروبة في 1 زائد بي. ناقص 3 في 1 هي ناقص 3، إلا جبناها لهاد الجهة غتولي زائد 3، غتولي 5 زائد 3، حيت تساوي دير بحال الجمارك، باش دير بحال يعني باش دوز خصك تخلص. سي بون، ماشي كتساوي بي. دونك 3 زائد 5 شحال؟ 8 كتساوي بي. إذا بي كتساوي 8، ومنه معادلة ولا المعادلة المختصرة، بحال هكا خصكم تكتبو نتوما، المختصرة لي أ بي بين قوسين جوج نقاط إيكغيك، عندكم بين بلاصة جوج نقاط ديرو تساوي ناقص 3 إكس زائد 8، وهذه هي المعادلة المختصرة لي أ بي. إذا السؤال الرابع قال لك ليكن دي المستقيم ذو المعادلة المختصرة، أعطاك المعادلة المختصرة ديال دي، تحقق أن دي واسط القطعة أبي. اسمع مزيان، واسط القطعة هو أنه عمودي على أبي ويمر من منتصف القطعة أبي، فهمنا؟ يمر من منتصف القطعة أبي. فين هي القطعة أبي؟ هي القطعة أبي، واسط ديالها كي غيكون؟ غيكون دايز من هنا وعمودي، يعني يتوسطها، يعني خصو باش يكون هاد سموه دي، باش يكون هاد دي هذا واسط ديال هاد القطعه ابي، خصو يكون يمر من ام وعمودي على ابي. الو، شحال من شرط عندي هنا نثبتهم؟ عندي جوج شروط خصني نثبتهم. خصني نثبت بعدا ان ام تنتمي الى هاد المستقيم اللي عطوني المعادله ديالو، وان هاد المستقيم عمودي على المستقيم ابي. مزيان، نبداو على بركة الله. فين فين فين؟ امسحو هنا نيت، يلاه احداثيات ابي هنا، زيد 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 زيد. مزيان، اشنو عندنا حنا؟ اسمع مزيان، لنبين قال لك تحقق، لنبين ان دي واسط، ولا لنتحقق من ان دي واسط ابي، فهمنا القطعة أبي. دونك أول حاجة لدينا عندي إم منتصف القطعة أبي، خصني نبين أن إم تنتمي لهذيك، أن هذا المستقيم تنتمي إلى إم. لدينا المعادلة إم الإحداثيات ديالها شنو هما؟ هما جوج جوج، و دي المعادلة المختصرة ديال دي شنو هي؟ إيكغيك كتساوي 1 على 3 اكس زائد 4 على 3. دابا شنو خصنا؟ خصني نبين ان هاد ام تنتمي لهذا، ولا هذا كينتمي لام، دايز من ام. دونك اش غندير؟ غندير بحال السؤال اللي درنا في السؤال الاول، غير انا مغير، هنا كاينه اكس ايكغيك، هنا كاينه اكس ايكغيك، خصني نعوض باكس ام من الداخل ديال هنا،
وخصني نلقى ان هاد ايغريك دي كتساوي 2 بحال هي ايغريك ام سي بون. اش غتكون ايغريك كتساوي 1 على 3 مضروبه في اكس ديال ام اللي هو 2، ما غنعوضش اكس وايغريك، غنعوض غير واحد وغنقلب على الاخر. الا لقيت الاخر بحال بحال راه تنتمي، ما لقيناش لا تنتمي. زائد 4 على 3 دونك ايغريك اش غتساوي 1 في 2 هي 2 زائد المقامات اصلا موحده زائد 4 على 3. اذا ايغريك كتساوي 2 زائد 4 هي 6 على 3، ايغريك كتساوي هي 2. اشنو لقينا؟ لقينا بما ان ايغريك ديال دي تساوي ايغريك ديال ام، اذا المستقيم دي يمر من ام منتصف القطعة أبي. هو دايز منها. إذا كانت عندي أبي هي هذه أبي، إما هي المنتصف ديالها دايز منها، يعني ماذا؟ يعني ممكن يكون دايز هكا، ممكن يكون دايز هكا، ممكن يكون دايز هكا. دابا شنو خصني نثبت؟ خصني يكون ماشي دايز هكا ولا دايز هكا، خصني يكون عمودي، تفهمنا؟ باش يتسمى واسط. سي بون. دونك غندوز دابا نبين ان دي عمودي على المستقيم ا بي، تفهمنا؟ لنبين ان دي عمودي على ا بي. دونك يكفي انني نكتب المعادله ديالو، المعادله ديال ا بي. ا بي المعادله ديالو شنو هي؟ ايغريك كتساوي ناقص 3 اكس زائد 8، و دي المعادله ديالو هي ايغريك كتساوي 1 على 3 اكس زائد 4 على 3. هذه خرجنا ديجا وهذه هي. اشنو خصني ندير دابا؟ خصني ندير الجداء الميلين ديالهما، فهمنا؟ ام ديال دي مضروبه في ام ديال ا بي كتساوي ام ديال دي شحال؟ هو 1 على 3، و ام ديال دي شحال؟ هي ناقص 3. إذا هي ناقص 3 على 3، 1 في ناقص 3 ناقص 3 على 3 كتساوي ناقص 1. بما أن إم دي فوا إم ديال أ بي يساوي ناقص 1، إذا أ بي عمودي على دي، ومنه أ بي عمودي عليه، ومنه من نورمالمون نديرو من الاستنتاج الأول والثاني غنستنتجو ولا غندير كومين دي واسط القطعة ا بي، القطعة بين معقوفتين. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين. هذا تلقاو في التمرين الموالي.